يحرص على أن تكون ثورة شعبية، أي يشارك في النظم التي كانت تنظم خلال الثورة التحريرية. هذا ممثل الأمانة الولائية للمجاهدين. اجتمعنا اليوم في هذا المكان، في هذا المكان التاريخي في منطقة جبل سطيحة، لنحيي ذكرى عظيمة على هذه المنطقة، ذكرى تخلد لاستشهاد أكثر من 80 شهيد مروا من هذه المنطقة، وهؤلاء الشهداء ينتمون إلى المنطقة إلى الولاية الثالثة، جاءوا من حدود تونسية حاملين السلاح والذخيرة، ولكن وقعوا في كمين هنا واستشهدوا. فرنسا استعملت في هذه المعركة الوسائل الثقيلة، استعملت الطائرات، استعملت المشاة، استعملت كل ما كان بإمكانها من أجل تطويق هاد المجاهدين وطبعا القضاء عليهم، ولكن المجاهدين استبسلوا في القتال وقاوموا وجاهدوا واستشهدوا في هذه المنطقة، وعددهم قلنا 80 شهيد.